الذين صحبوا طلائع الاحتلال، وقال لرجال الكنيسة الذين منحوا الشرعية لحرب على الجزائر، قال لهم: هذه أرض الإسلام منذ أن أنارها بهداه، وستظل إلى يوم الدين محمدية بإذن الله. وها نحن اليوم نعيد الجواب للكاردينال لافيجي الذي وقف في هذا المكان في أرض المحمدية وقال: أين أنت يا محمد؟ فكان الجواب: مقاومة شعبية دامت قرناً وثلثاً من الزمن، وظلت المدارس والمعاهد والزوايا العاملة بالذكر والعلم قلاعاً قرآنية حصينة ومعاقل للتربية والجهاد، ولاذ شعبنا بركنها فحفظت له عقيدته وقيمه الروحية والوطنية، وتبعتها حركة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في الثلاثينيات، ثم جاء أعظم جواب من ثورة التحرير المباركة التي فجرها شعبنا جهاداً في سبيل الله، وتوجت باسترجاع السيادة واستعادة الحرية والاستقلال. لقد عادت المحمدية إلى المحمديين، والحمد لله رب العالمين. عادت إلى الحبيب، عادت إلى الحبيب المصطفى، إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عادت بمنارة علوها ارتقاء الشهداء وشموخ المجاهدين والوطنيين، علو التوحيد بمنارة تقابل تاريخا عريقا للجامع الأثري الكبير بالعاصمة، الذي ظل مرجعا دينيا وفضاء للعلم والقضاء، والمنارتان تشهدان وتحاوران العالم الصوفي الجزائري سيدي عبد الرحمن، سيدي عبد الرحمن الثعالبي دفين المحروسة، الذي رابط ضد الاعتداءات الإسبانية على سواحلنا، وكان قدوة لعلمائنا من أجل الإصلاح الاجتماعي، كان قدوة لعلمائنا من أجل الإصلاح الاجتماعي والدفاع عن الوطن ونشر القيم الإسلامية في العالم. وهو الذي كلف تلميذه الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي بنشر قيم المحبة وإشاعة روح الأخوة والسماحة والدعوة إلى الحكم الراشد في إفريقيا، وكان القدوة في ذلك قبلهم سيدي أبو مدين الغوث، كان القدوة في ذلك قبلهم سيدي أبو مدين الغوث دفيلة الإمسان في المقاومة والجهاد لتحرير القدس الشريف. وما عرفته بعض البلدان الإفريقية من جهاد ومقاومة تحت قيادات صوفية قادرية وتيجانية ورحمانية وسنوسية، وأورادها جميعا من هنا من الجزائر، من تلمسان وبجاية ومعسكر ومستغانم ومن عين ماضي وورقلة وتوات. أيها الحضور الكريم، كان الجزائريون طيلة التاريخ مشاركين في الدفاع عن قضايا العدالة والذود عن الشرف والكرامة، وهم اليوم كما كانوا بالأمس مع فضائل التسامح والإحسان وقيم الوسطية والاعتدال، وكذلك كانت وما زالت مواقف الجزائر المبدئية من قضية فلسطين وحق شعب فلسطين في تحرير أرضه واسترجاع وطنه السليم وفي قيام دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف. إن العالم اليوم، حضرات السادة والسيدات، يعيش أزمة ضمير وانهياراً في القيم، وقد بيّنت أوضاع وأحداث في مناطق من العالم
اختلال الموازين وآخرها حرب الإبادة الدائرة على أرض فلسطين التي كشفت عن الازدواجية في المعايير. وفي ظل هذه الأوضاع المتردية تفاقمت المواجهة مع الغرب وتزايدت ظاهرة الإسلاموفوبيا والإساءة إلى الرموز والمقدسات الدينية وانتشار الأصولية الغربية والترويج لنظرية صدام الحضارات، وهذا يقتضي إعادة بناء ثقافة الحوار على أسس صحيحة وتنمية الوعي بحق الاختلاف. وإننا نأمل أن يكون جامع الجزائر مركزاً عالمياً روحياً وثقافياً وسياحياً يسهم مع مراكز العالم الإشعاعية في نشر قيم الحوار وتقديم الصورة السليمة للإسلام والرد عن الذين يسيئون إلى الدين الحنيف. نحن أيها الحضور الكريم اليوم نسعد بافتتاح هذا الصرح الحضاري الشامخ ليكون بحول الله الجامعة لكل أبناء الجزائر بمختلف مكوناتهم وتنوع نسيجهم الثقافي والاجتماعي، يوحدهم ويؤلف بينهم ويحافظ على مرجعيتهم الدينية وقيمهم الروحية وهويتهم الوطنية. وهو الجامعة فمنه إن شاء الله تنطلق قوافل العلماء تتفجر من صدورهم الحكمة والمعرفة، ليس للوطن فقط ولكن للإنسانية جمعاء. هذا المأمول منه بعون الله، وبه نحيي تاريخ مساجدنا التي كانت منارات علم ومنتديات حوار. إذن مشاهدينا كانت هذه كلمة